ستوديو معاذ الغازي بريزونت الشيخ خالد الشعير في خطر جبر رشيد ونس تولوز في خطر ابراهيم قارة خالد جونيور في خطر العامري نجيب الناس سبت السمارة ابو عروس في خطر المشيخة في خطر الجريس اون جنرال في خطر الشبريطة القرسيفي ادريس الوكيلي في خطر محمد العلوي ونسيسة قناة جوهرة تيسة وهذه قصيدة واقعية الهيمة الهيمة واللي لدارك ما دونش الزنقة والكيسان شحال في هذا الدنيا وصيتك واليوم شت البرهان تبدلتي وشيانة حالتك وليتي شفيا قدام العديان ضاعت حياتك وصغرك ويا حسرة كان زينك فتان تفاق من اللي شافك غيبوا لو ضوات في الظلام الهيمة واش تسالي راسك غرك طمع الشيطان ضيعتي حياتك وزينك واليوم ما نفعك ندم ما تزوجتي ما ولدتي ولادك ما فرحتي ما درتي ديوان اسكنتي الزنقة وهجرتي دارك وهذا حالك على الايام اثرتي فيا كي شت حالتك من بعد الزياخة حالك شيان الهيمة فكري بعقلك وتفكري الوالدين الحنان شحال قصاو على جالك امك دموعها ويدان خليتي ريهم ودرتي ريك وفي واحد استغلك درتي لمان خرجك من دارك وفلسك وقراك كيف الشيطان رميتي الفرانة وطلقتي سالفك وفي الزنقة بالحشمة عريتي السيقان وعدك وفي لفان غدرك وخلى دموعك ويدان أمك ما تنعش من فراقك وتتمنى غير تشوفك بعيال الطمع هو سبابك غروك بلايك الألمان خليتي اللي كان بنية عاشقك وتبعتي الزهو والكيسان واليوم جيت غير نصحك رجعي لدارك يا حنان وفكري وخدمي دماغك وشحال قدك هاكا على الدوام يا حسرة كان عجبك راسك حسبتي الصغر يبقى على الدوام ما عرفتيش هاكا مصيرك تعيشي في الكا وتخمام بردانة وجوع في كرشك وشتاقيتي حتى الحمام انتي بغيتي ودارها لك رايك وصيتك مدة ويام وانتي اللي فراسك فراسك وباك مرضاش قدام الجيران احشم وتعقد في سبابك ولا يخرج غير في الظلام حسبتي الزهو يدوم لك وبقيتي شفايا في لفان لا حياة دوزتيها كي قناتك عايشك في الأحلام كيف أختي لقيتي غير راسك طار فرفر ما بقاش يبان مشى وخلاك هي في قلبك وهذلك فقسه في الكنان واش هاد الحاله درتي فراسك في الدياب درتي لامان حيدتي الفورانه وعريتي شعرك ودرتي لميش وما قصتي الحجبان تبدلتي وما بقيتش نعرفك ما حشمتي ما احترمتي رمضان طربي الله يغفر لك وتوبي توبة من الكنان وقولي لمك تسمح لك خرجتي ولات حياتها أحزان تبت حايرة في طوعك وانتي زاهية تعمري في الكيسان.